حبيبي صلوح الربع يلا تكمل يا سعود. وين العيال؟ يلا يا شباب. والله منك ابو مخلد موقع في مرقه. والله يا سعود يسولف بيده اكثر من حلقه. والله العظيم اقول سعود يسولف بيده اكثر من حلقه. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالنور. واحد اثنين يا شباب. شد بيك. يا هلا يا هلا يا هلا. يا جماعتي ما فيكم حميه كيف تصيح الله تسمعون. انت من واحد لخمسه؟ ارحب يا مات. وشركة من الباقي؟ طيب خمسه لعشره. هذه قرارات والله حرام اني قاعد اشوف في اشياء للمتسابقين. تجي هناك وتقيها عليهم من واحد لخمسه وجبر يكمل الباقي. يلا انت من واحد لخمسه؟ انت من واحد لخمسه وتكلم. روح هناك. السلام يا مرحبا. مرحبا. استريح الله يحييك. يا هلا ده. يا هلا باسم الجنت المعاونين. هلا هلا سعد. يا هلا ما نقدر نقول شيء. في حاجه مقدمه. تعال هناك. من؟ ها؟ في حاجه مقدمه كذا. اعطوني العصا. اطخه. اعطني العصا. احنا بنقرر انا وشيء. لا لا ارحب. اتكلم. لا لا ارحب. اقدم اللي عندي وبعدها بنقدم ذي. العلاقه زالت. ارحب انت. ايه يلا يا شباب اكتملوا. طيب عشان اعرف في سبيكر يا منيب. نبى سبيكر يا عم منيب. سميكر يا عم منيب. يا عم منيب سميكر. الو ما ادري سميكر يا عم منيب. مو بسميكر انا الظاهر بكتر. شكله يصلي صلاه الفجر. يمكن يا اباض. اول شيء الله يبيض وجيهكم ويطول عماركم ولا يهينكم اخوان وعزيزين وغالين. والشيء اللي تسوونه مو بغريب عليكم. لا بتعاونكم ولا بتكاتفكم. كن جاهز لها. وهذا حنا ما تعودنا عليه. انا سته لاخر شيء. من حتى قبل البرنامج ليومنا هذا. الحمد لله حتى قبل بدايه البرنامج كلنا على قلب رجال واحد وكلنا يعاون رفيجه. هذا يدل على طيبكم ومعادنكم الطيبه. والله يجمعنا ولا يفرقنا. وان شاء الله ان الهدف اللي حنا تعاهدنا عليه وحطينا ايدينا في ايدين بعض وان الهدف اللي حنا نبيه بنصل له شاء من شاء وابى من ابى. وباذن الواحد الاحد بكم ومعكم بنحقق اللي غيرنا ما قدر يحققه. فالله يبيض وجيهكم ويجمعكم ولا يفرقكم. هذا البدايه. الشيء الثاني عندنا بعض القرارات الاضافيه يقولها لكم رشيد وجبر. وهو إذا ما جت بتعاون منكم ما طبقت. كلنا وأنتم تدرون بالشيء ذا أن كلنا متعاون ونطلع بصورة. يمكن شفتوا اليومين اللي راحت الكلام الإعداد لكم والمخرجين لكم بعد ما توزعتوا في اللوكيشنات وتعاونتوا مع بعض. كل منكم خذ حقه وطلعت بصورة الكل يمدحها. فهذا اللي احنا نبيه. سواء مو بالكلام مو بالاسبوع ذا. انا اتكلم لنهايه البرنامج. الاسبوع الجاي بيجي غيري رجال مني وطيب. فكل اسبوع عند واحد. الجنت اللي يجي بالاسبوع يوصل رساله تنقل سواء من الاعداد ولا من المخرج اذا كان في بعض النواقص او بعض الاخطاء ان يوصلها لاخوياه. واخوياه ان تقبلوها بصدر الرحب فالنجاح للجميع. وإذا ما فيها أحد ما تقبلها فهو على نفسه والضرر على نفسه وعلى أخوياه. فحنا وياكم بيد واحدة بنطلع بصورة تليق فينا وتليق في المشاهد. وهذا اللي حنا نحرص عليه ونبيه. وللأمانة والله العظيم لا في وقت أبو رباح ولا أبو عقاب ولا في وقت هنا. هذه شهادة عدة إن ما لقانا بيننا إلا التعاون وكلمة أبشر بالسعد. كل اللي يشير على الثاني سنة يشير على أخوه اللي من أمه وأبوه. وهذا من طيبة الرياجيل لا منهم تصافوا
وجوا على يد واحدة ما فرقهم لا كلام شامت ولا غيره. فهذا من حظنا الطيب اللي جمعنا نخبة رياجيل من كل قبيلة. والله أنا من حظي الطيب إني دخلت معكم وتعرفت على كل واحدة منكم، والله أني أقول صادق، هذا من حظي الطيب. يمكن لو ما دخلت البرنامج هذا نسعى في الحياة والروح نجي يمكن ما نقابل اللي مثلكم وشرواكم، لكن من حظنا الطيب اللي جمعنا في مكان واحد مع رياجيل انتنوا مسبهم. هذا تراه شيء مو بسيط، اللي من الشمال واللي من الجنوب واللي من الغرب واللي من الشرق ومن كل القبائل، فمعرفة الرجال هي المكسب. فالحياة طاعة الله سبحانه وتعالى ثم سمعتك الطيبة ومعرفة الحوات الغانمة، هذا المطمع. اللي غيره وقتي يمر ويروح، لكن لما تعرفت على الحوات الغانمة اللي لا سكت ولكت لقيتهم. شرواك يا ابو مفلح، شرواك الطيب. فالله يبيض وجيهكم ويطول عمركم، حنا وياكم تراني انا فقط مسمى، والله اني مسمى، من غيركم انا ولا شيء. فحنا فقط يجي في منصب ينقل رسالة، وانتم محازم، والله انكم ذخيرة يعلم الله. فإن شاء الله أنك وأنتم ما يحتاج أن يقول الكلام ذا، أنتم أحرص مني وأنا أدري فيها أكبر مني وفيها أطيب مني وفيها أعلم مني، لكن نبي نتعاون عشان نصل الهدف كلنا نبيه، وبإذن الله نبي نصله. فالقرارات عندك يا إرشيد أخوي جبر، أسلموا. أسلم يا إرشيد. عند أخوي كلمة قبل نبدأ القرارات. أسلم.